إنني أتحدث عن السيد أبي القاسم الخوئي المرجع الشيعي المعروف بحسب تتبعي لتأريخ المرجعيات الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، فإن أكبر مرجعية تحققت على أرض الواقع هي مرجعية السيد الخوئي. أخذته مثالا، عنواننا واضح، وكانت الحلقة الماضية بيانا تفصيليا لمضمون هذا العنوان. موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير. منطق الأمير هو منطق بيعة الغدير، وأما منطق الحمير إنهم الحمير البشر، إنه منطق السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. وتم الكلام في هذه الجهات في الحلقة الماضية. حلقة اليوم وهي القسم الثاني من هذا العنوان، أخذت السيد الخوئي مثالا فيها. القسم الثاني، الخوئي مثالا. هناك في الحياة وقائع وأحداث وأمور ومجريات يقول القائلون عنها من أن الواقعة الفلانية لا تقبل القسمة على اثنين. لماذا؟ لأن أمرها واضح وواضح جدا، وإنني سأعرض في هذه الحلقة وحلقة يوم غد من الحقائق والوقائع التي لا تقبل القسمة على اثنين، بغض النظر عن أنكم توافقوني أو تخالفوني، إنني أنقل لكم حقائق ما جرى ومن المصادر وبالوثائق، فأنا لا أعلم الغيب وإنما أعتمد على المعطيات التي تتوفر لدي، بشرط أن تكون المعطيات صحيحة ليست مزورة. من هنا أبدأ. تسفيرات السبعينات، البعثيون وصلوا إلى الحكم في تموز سنة 1968. في السبعينات قام البعثيون بتسفير الشيعة الإيرانيين الذين كانوا يقيمون في العراق. حادثة طويلة لا أريد أن أخوض فيها، كثير منهم حوزويون، كثيرون كانوا يعيشون في النجف ويعيشون في كربلاء ويعيشون في بغداد في الكاظمية وغير الكاظمية وفي سائر المحافظات العراقية. إنها تسفيرات السبعينات، معروفة عند العراقيين، معروفة. المرجعية كانت مرجعية الخوئي، ومرجعية الخوئي جاءت بتخطيط بعثي أصيل.
يضحكون عليكم يقولون لكم من أن صاحب الزمان هو الذي يعين المراجع. هذه أكذوبة لا تماثلها أكذوبة. ويضحكون عليكم ويقولون لكم بأن علماء النجف اجتمعوا وانتخبوا المرجع الفلاني، وهم بأجمعهم يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هذه أكذوبة. ويضحكون عليكم يقولون لكم بأن أهل الخبرة هم الذين عينوا الخوئي. من هم هؤلاء؟ فكل مرجع أتباعه يقولون نحن أهل الخبرة، ومن أن مرجعنا هو الأعلم. مهزلة، مهزلة، وأنتم مهزلة أيضا يا أيها الشيعة. يقولون لكم من أن المرجع لم يكن طالبا للمرجعية، وإنما جاءته قسرا وصار مرجعا لأجل خدمة الشيعة، وكل هذا كذب. يتقاتلون قتالا على المرجعية. لا يوجد مرجع جاءته المرجعية هكذا، كلهم يتقاتلون على المرجعية. الآن في النجف قائمة المرشحين للمرجعية طويلة، والذين يريدون أن يتوثبوا عليها كثيرون. إنهم يحسبون على السيستاني أنفاسه، ينتظرون موته. الفرحة الكبيرة لديهم أن يعلن موت السيستاني. وإذا قالوا لكم شيئا غير هذا فوالله يكذبون، يكذبون. هذا هو واقع النجف وواقع قم أيضا، لكنني أتحدث عن النجف لأن النجف الرمز، لأن النجف العنوان. منذ زمن الطوسي، منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وهذا هو برنامجها، هذا هو برنامجها. الجميع يتقاتلون على المرجعية ويتهارشون عليها تهارش الكلاب والخنازير. الحسد يفتك بهم، والحقد والبغضاء تهيمنه عليهم، وكل واحد منهم يريد أن يأخذها بأي طريقة، بأي أسلوب. يسقط بعضهم بعضا، يفسق بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا في مجالسهم الخاصة، ويضحكون عليكم يقولون لكم بأنهم على قلب واحد، من أنهم متواضعون يتواصلون فيما بينهم. والله كل ذلك كذب في كذب في كذب. فلا صاحب الزمان يعينهم، ولا تجتمع كلمة المراجع جميعا على واحد منهم، ولا أن المرجع الذي صار مرجعا ما كان يريد المرجعية، وإنما جاءته قسرا، جاءته توفيقا. كل هذا كذب في كذب في كذب. هؤلاء يتقاتلون على الدنيا وعلى الرئاسة وعلى الزعامة، ويفعلون كل شيء كي يصلوا إليها.
لا أستثني أحدا، لا من الذين ماتوا ولا من المعاصرين الآن ولا من الذين يسجلون أسماءهم في قائمة المرشحين للمرجعية من بعد السيستاني، وهي قائمة طويلة، وهي قائمة طويلة. البعثيون هم الذين وقفوا في ظهر الخوئي، وتحديدا صدام. صدام هو الذي اختار الخوئي للمرجعية، اقترحوا عليه أسماء ورفضها. لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه لن يسيطر عليهم. رفض الخمينية لشجاعته، ورفض محمد الحسني البغدادي لشجاعته أيضا، ورفض يوسف الحكيم ابن محسن الحكيم لأنه ما كان يريد أحدا من آل الحكيم أن يكون مرجعا، وإلا فإن المرجعية كانت ممهدة ليوسف الحكيم. لكن البعثيين هددوه وقالوا له لا مرجعية لك، ولو تصديت فإننا سنقضي عليك، أخرج من دائرة المرجعية ولا شأن لنا بك، أموالك، منزلتك الاجتماعية، كل شيء سيكون لك، لكن المرجعية محرمة عليك. يكذبون علينا، وكذبوا علينا من أن يوسف الحكيم كان زاهدا في المرجعية، إنه كاد أن يقتل نفسه عليها، ولكن البعثيين في الخفاء أرغموا أنفه وأخرجوه من دائرة المرجعية، ومهدوا الأمر للخوئي. لماذا؟ لأنه كان الأجبن في النجف، كان الأكثر جبنا، كان جبانا إلى أبعد الحدود، مثلما نقول في التعابير الشعبية العراقية، يقولون فلان زوروبا. الخوئي بالضبط، الخوئي كان زوروبا بحسب التعبير الشعبي العراقي، يقصدون بالزوروبا الذي يتغوط على نفسه، الذي يتبول على نفسه ماء يتسرب إليه الخوف، إذا ما خاف فإنه بنحو مباشر يتغوط على نفسه، يتبول على نفسه. الخوئي كان هكذا، الخوئي كان هكذا. هذا هو الزوربة في التعبير الشعبي العراقي، وهو ينطبق على الخوئي انطباقا كاملا، لهذا اختاره صدام وأيده. وبقيت مرجعية الخوئي مدعومة من قبل صدام. صدام في ذلك الوقت كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، كان الحاكمة الفعلية للعراق، ولكنه تحت هذا العنوان، لأن دوائر المخابرات والاستخبارات ودوائر الأمن الداخلي والخارجي كان صدام يشرف عليها بنفسه، ولذا فكل الأمور تحت يده وتحت سلطته. فصدام هو الذي وقف وراء الخوئي وبقي داعما لمرجعيته على طول الخط إلى أن مات الخوئي. الخوئي
كان مدللا عند صدام، وكانوا يكذبون علينا، يقولون بأن البعثيين يضايقون الخوئي. لا يعني أن البعثيين كانوا مخلصين للخوئي، البعثيون سياسيون يعملون وفقا لمصالحهم. حين جاء البعثيون في بداية حكمهم كانوا يقولون للناس: نحن نمد يدا للمصافحة وللسلام، ولكن اليد الثانية نرفعها للصفع على الوجوه. هكذا نشأت سياستهم. هذا كلام البعثيين في الأيام الأولى حينما جاءوا لحكم العراق في تموز 1968 ميلادي، يمدون يدا للمصافحة والتحية والسلام، وفي الوقت نفسه يهيئون اليد الثانية لصفع الشخص الذي يمدون إليه يد المصافحة والسلام، لأنهم ربما يحتاجون إلى الصفعة هذه. هكذا يتعاملون مع القريب قبل البعيد، هذا هو أسلوب صدام. فإذا ما تعرض الخوئي في الانتفاضة الشعبانية لشيء من الضغط هو جزء من البرنامج البعثي، وإلا فإن صداما بعد ذلك عاد ليتعامل مع الخوئي على أحسن وجه بعد الانتفاضة الشعبانية. فلما قرر البعثيون أن يسفروا الشيعة الإيرانيين وأن يخرجوهم من العراق، وكثيرون منهم حوزويون في النجف وفي كربلاء، فخاف صدام على سمعة مرجعية الخوئي، ولذا خطط بالاتفاق مع الخوئي أن يتمارض الخوئي وأن يذهب إلى بغداد للعلاج، وبعد ذلك يقررون له السفر إلى لندن. وحينما يكون في لندن تبدأ عمليات التسفير كي تقول الشيعة إنهم حمير، كي يقولون من أن البعثيين استغلوا غيبة الخوئي وسفروا الشيعة الإيرانيين وسفروا الكثير من الحوزويين. هو زعيم الحوزة العلمية، هذا هو زعيم الحوزة وهذا هو مرجع الشيعة. فعلا تمارض الخوئي ونقلوه إلى بغداد، إلى مدينة الطب في بغداد، ومنها قرروا أن يذهب إلى لندن. وسافر معه البعثيون، سافر معه بعض أفراد حاشيته من عائلته وغير عائلته، وسافر بعض البعثيين ممن هم على علاقة مباشرة ويعملون بنحو مباشر مع صدام. ولما ذهب إلى لندن وجهوا له سؤالا، سكرتير صدام وهو نجفي شيعي وجه للخوئي سؤالا، وكان مرافقا له في السفر علي رضا، سأله عن موقف الحكومة من الخوئي ومن الحوزة، والخوئي امتدح الحكومة وامتدح موقفها منه ومن الحوزة، بينما في الوقت نفسه كان البعثيون يسفرون الشيعة وأخرجوهم
من دون أموالهم. ولكن مع ذلك فإن تسفيرات السبعينات كانت أهون من تسفيرات الثمانينات، لكن الخوئي أعطاهم قائمة قد تتجاوز 200 اسم. هناك من يقول من أنها دون 200 اسم، وهناك من يقول من أنها تتجاوز 200 اسم من الذين تعهد الخوئي بأنهم سيكونون في خدمة حزب البعث، في خدمة البعثيين. السيستاني أحدهم، السيستاني وعائلته وأولاده أحدهم، وإلا لماذا لم يسفر؟ لم يكن ذا قيمة آنذاك في السبعينات وحتى في الثمانينات، لأن الخوئي أعطى ضمانا بهؤلاء الذين أسماؤهم في القائمة بأنهم سيتعاونون مع البعثيين وسيكونون في خدمة البعثيين، ولهذا لم يسفر. الحكاية فيها تفصيل كثير، ولا أريد أن أجعل الوقت لكل هذه الحكاية، إنما سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه حسن الكشميري، السيد حسن الكشميري. هو أخو مرتضى الكشميري صهري السيستاني الذي نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي، وهو بعثي، بعثي أصيل. أتحدث عن مرتضى الكشميري، بعثي أصيل، وتحدثنا عن بعثيته في مجموعة حلقات دجال سجستان، وعرضت الوثائق بين أيديكم. ليس مهما هذا. حسن الكشميري وعبر قناة ANN في سنين مضت يحدثنا عن هذه الواقعة. المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها على كل صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني. يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى. إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج. نعم، فيعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق. دعني أحدثك. نعم، هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة، والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنا، نعم، حاوره ساعة كاملة أنه كيف
تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقرر في القيادة، طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب وهذه من مآسي الشعب العراقي، فقرر قرارا سريا القرار رقم 659 قيادة بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا، منتبه لي؟ نعم. محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني عمل غير لا لا عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوئي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل المستشفى ما في بد مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها، معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك، فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا حلت وهجر من هجر بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية، يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة، ثم مع ارتعاد ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، بقية المراجع غيبوهم.
نعم. مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق. الكتاب الذي بين يدي قصص ذات أنياب للسيد حسن الكشميري نفسه، قصص ذات أنياب في الصفحة 94 بعد 100 تحت هذا العنوان: السفرة العلاجية الأولى. إنه يتحدث عن سفرة السيد الخوئي والتي رتبت ما بين الخوئيين والبعثيين. الأمر الذي تحدث عنه بالإجمال حسن الكشميري في الفيديو الذي عرضته بين أيديكم، يمكنكم أن تعودوا إلى كتابه الذي أشرت إليه، حيث الكلام يبدأ من صفحة 194 وينتهي في صفحة 198، وهذا مصدر آخر يتناول الموضوع نفسه مع شهادات الشهود، وكثير منهم أحياء. هذه موسوعة أتعب صاحبها نفسه عليها حقيقة. محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. أحمد عبد الله أبو زيد العاملي: وهذه طبعة العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، الجزء الثاني. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل الموضوع، وإنما أقرأ عليكم ما جاء في السؤال الموجه إلى الخوئي وما أجاب به الخوئي حينما كان في لندن، والشيعة عشرات وعشرات وعشرات الآلاف كانوا يسفرون من النجف وكربلاء والكاظمية ومن سائر المحافظات العراقية ومن الحوزة التي هو زعيمها، يقال عنه بأنه زعيم الحوزة العلمية. فما رف له جفن. هؤلاء لا علاقة لهم بالشيعة أبدا، همهم الأول مصالحهم، ولذا يجمعون الأموال ويورثونها لأبنائهم، وهذا هو الذي تحقق في مرجعية الحكيم، في مرجعية الخوئي، وها هو يتحقق أيضا في مرجعية السيستاني. هذه سلطنة ووراثة. صفحة 442، هذا السؤال الذي وجه للخوئي بعد المقدمات: هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة، أفتونا مأجورين. بغداد 25/12/71. علي رضا، هذا هو سكرتير صدام من الذين كانوا يعملون في مكتب سكرتارية صدام، وهو قريب جدا من صدام، هو شيعي نجفي. الخوئي أجاب بتأريخ
27/12/1971 8 ذي القعدة 1391 هجري قمري. بعد المقدمات وبعد، إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا بالنسبة له، كان مدللا وبقي مدللا. إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات، ما أنت تعيش في وسطها وأنت زعيمها، هل أنت في دروس البحث الخارج في هذا الضراط الحوزوي؟ ما هذا المنطق؟ أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات، كلاوتشي يدري أن عملية التسفير جارية في العراق، إنه يجيب بهذه الطريقة، حتى إذا ما اعترض عليه معترض في الوسط النجفي يقول إنني ما سمعت بالخبر، كنت مريضا في المستشفى، والذي سمعته من بعض الثقات، وبما أن خبر ثقة حجة كما يقال في علم الأصول في علم الخراء الحوزوي. وبعد هذا كبيانه في الانتفاضة الشعبانية بيان شيطاني غريب، لو أن المنتفضين انتصروا واستطاعوا أن يقضوا على حكومة البعثيين فإن البيان يشعر بتأييده للانتفاضة، ولو أن البعثيين سيبقون في الحكم فإن البيان يشعر بتأييد البعثيين. ولذلك طه الجزراوي ماذا قال له حينما جاء إلى النجف؟ قال له: سيد جواد، لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عنا، شنو هالبيان هذا؟ هكذا قال له، قال له: سيد جواد، لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عنا. هذا هو أسلوب العمائم وهذا هو أسلوب الخوئي. سأكمل لكم حكاية طه الجزراوي مع الخوئي، ولكن في قادم الوقائع والأحداث، لأنني سأذكر لكم الأحداث بحسب التسلسل التاريخي. فحينما أصل إلى زمان الانتفاضة الشعبانية سأحدثكم عن حكاية طه الجزراوي مع الخوئي. وبعد، إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين، وهو يعلم بأنهم الآن يسفرون وسفروا بتلك الطريقة الإجرامية، إنه الإجرام البحثي، البعثيون مجرمون. فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة. كذاب يا أيها السيد الخوئي، كذاب 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 كذاب. النجف الأشرف، هذا السؤال والجواب رتب في لندن حينما كان هناك، ولكنهم عنونوا السؤال ببغداد وعنونوا الجواب بالنجف، وإنما رتب هذا
السؤال وهذا الجواب لأن الإعلام العالمي أخذ يتحدث عن الإجرام البعثي في حق هؤلاء الناس الذين سفروهم ومنعوهم أن يأخذوا أموالهم من دون سبب، من دون سبب، لأن البعثيين لا يحبون الشيعة الإيرانيين. هذا النفس الذي ينتشر في أوساط الشيعة الآن من أنهم يظهرون بغضهم للشيعة الإيرانيين، هذا نفس بعثي، نفس بعثي، وهناك أصابع في النجف تحركه، إنها الأصابع نفسها التي اتفقت مع عمرو موسى أن لا يلقوا بشيعة العراق في أحضان إيران، هي الأصابع السيستانية القذرة. هذا هو الواقع الشيعي على طول الخط، على طول الخط. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال البعثي والجواب الخوئي. هذه الصورة أمامكم وهي واضحة وواضحة جدا. هذه صورة للنسخة الأصلية للسؤال وللجواب، وبهذا أغلق ملف التسفيرات مع كل تلك الجرائم التي جرت، أغلق الملف الخوي. هكذا تجري الأمور. وشيعة مضحكة حينما رجع الخوي من لندن بعد أن أكمل جريمته، هذه جريمة، جريمة بكل القياسات. تقاطر عليه النجفيون الأغبياء الثولان يقولون لو سيدنا عقب عيناك شنو صار بالشيعة، ولكم مطاية مطاية، هذا برنامج مدبر ما بينه وبين البعثيين. أنا لا أقول من أن الخوئي يريد تسفير الشيعة، لا أقول هذا الكلام، البعثيون يريدون تسفير الشيعة، ولكن الخوئي جبان جبان جبان، وهو عبد ذليل طائع وخاضع للبعثيين، ولهذا السبب اختاره البعثيون، اختاره صدام شخصيا. صادق الطباطبائي، صادق الطباطبائي وجه إيراني، زوجة محمد باقر الصدر تكون خالته، موسى الصدر خاله. رجاء اعرضوا لنا صورته أيام شبابه مع محمد باقر الصدر. هذا هو صادق الطباطبائي، دكتور صادق الطباطبائي مع محمد باقر الصدر، وكما قلت لكم زوجة محمد باقر الصدر التي هي شقيقة موسى الصدر تكون خالته، خالة صادق الطباطبائي. واعرضوا لنا صورته في أيامه المتأخرة. هذا هو صادق الطباطبائي
زار العراق في تلك الفترة، في فترة التصفيرات. زار العراق بعد أن سافر الخوئي إلى لندن ورجع من لندن، وبعد أن صدر هذا السؤال وهذا الجواب وانتشر بين الناس وكثر الكلام بين الشيعة الإيرانيين الذين يعيشون في بلاد الغرب. وصادق الطباطبائي هو الآخر يعيش في بلاد الغرب. فلما زار النجف زار الخوئي وسأل الخوئي عن هذه الفتوى في مدحه للبعثيين ومن أنهم يحسنون معاملة الإيرانيين. الخوئي قال له: إنني ما كتبت هذا الجواب، وإنما هذا جواب مزور، مع أن الجواب بتوقيعه وختمه لم يكن مزورا. صادق الطباطبائي قال له: إن الناس في أوروبا الإيرانيون يسألون عن هذا الموضوع، إذن أسألك عن هذا الموضوع وأنت أجبني وقل من أن الجواب كان مزورا ومن أنهم زوروا ختمي وتوقيعي. الخوئي قال: لا، لا حاجة للكتابة، أنت قل لهم بأن الجواب مزور. كذاب هذا الخوئي. وصادق الطباطبائي هو من الأجواء الآخندية، يعرف أكاذيب القوم. قال له: لا أستطيع أن أتحدث نيابة عنك وأنت لا تكتب لي شيئا مكتوبا. هذا الكلام مذكور في المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه ما جاء في سؤال علي رضا وجواب الخوئي، صفحة 453، وفي صفحة 454 مؤلف الكتاب يقول في الهامش المرقم برقم 1: حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ 11/7/2005 ميلادي. فهذا الكلام مأخوذ من صادق الطباطبائي، المؤلف أخذه مباشرة. وهذه المعلومات معروفة، هذه المعلومات في الحقيقة أنا لا أحتاج إلى كتب ومصادر، لأن كثيرين من الذين عايشوا تلك الأحداث لا زالوا على قيد الحياة، وهذه الأمور معروفة معروفة. إنما أحدث الذين لا يعرفون بها والذين هم بعيدون عن أجواء الحوزة وبعيدون عن أجواء المرجعية الخوئية. وإلا على الأقل أحدثكم إنني لا أعرف في العالم أكذب من المراجع، من مراجع الشيعة بحدود معلوماتي. يكذبون ويكذبون ويكذبون، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن ينتحل مودتنا ليكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه. هؤلاء هم. الإمام هنا لا يتحدث عن الأطباء في المستشفيات، ولا يتحدث عن أساتذة الجامعات، ولا يتحدث عن باعة الطماطم والخيار، إنه يتحدث عن مراجع الدين. لا يكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبهم.
هذه الرواية في الكافي في أوثق كتبنا، في أوثق مصادرنا. نذهب إلى فاصل.